السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام، تحيه واحتراما من العاصمه انقره. مرحبا بكم في حلقتنا الجديده من برنامج بعض الحدث. قمتان في غايه الاهميه تعقدان في العاصمه انقره، الاولى تركيه روسيه اليوم برئاسه الرئيس رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بهدف ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصا مع تدشين اول محطه نوويه في تركيا تقيمها روسيا. الاجتماع الثنائي بين رئيس أردوغان وبوتين يتناول الأزمة السورية أيضا في ضوء نتائج عملية غصن الزيتون التي تحفظت العواصم الغربية عليها في إطار دعمها لتنظيم يبجاء الإرهابي، وهو ما سيكون في مقدمة جدول أعمال القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية غدا الأربعاء في العاصمة أنقرة. العلاقات التركية الروسية في ضوء زيارة بوتين لتركيا والقمة الثلاثية المرتقبة غدا الأربعاء في العاصمة أنقرة محاور حلقة اليوم من برنامج بعض الحدث. يفتح على النقاش زميلي أشرف البلقيني وضيفنا الذي ننتظر حضوره في الاستوديو غوتشو كونشاكير، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة التركي الكبير ورئيس مجموعة الاتحاد البرلماني ونائب حزب العدالة والتنمية. نتابع هذه الباقة من الأخبار ثم لنا عودة. بعد تراسه اجتماع كتلة حزبه النيابية في مجلس الأمة التركي الكبير، التقى زعيم حزب الحركة القومية دولة باشلي اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء رئيس حزب العدالة والتنمية بالوكالة بن علي يلدرم في مكتبه في المجلس، وذلك لبحث الاستعدادات للانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية المرتقبة العام المقبل. التقى رئيس الأركان خلوص أكار اليوم الثلاثاء نظيره الروسي فاليري غراسيموف في مقر رئاسة الأركان في العاصمة أنقرة. عقد حزبا الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليجدار أغلو وشعوب الديمقراطي اليوم اجتماع كتلتيهما النيابيتين في مجلس الأمة التركي الكبير. بدأت اليوم الثلاثاء أعمال مجلس الشراكة الاستراتيجية التركي الروسي رفيع المستوى برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي يتم خلاله توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين. تفاصيل أوفى عن الزيارة في التقرير التالي. قبل القمة الثلاثية المرتقبة لرؤساء تركيا رجب طيب أردوغان وإيران حسن روحاني وروسيا فلاديمير بوتين، يأتي اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجي التركي الروسي رفيع المستوى برئاسة أردوغان وبوتين ليرسخ العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والصناعية والعسكرية والطاقة، إذ تم تدشين محطة أقويو النووية في مرسين وبحث ما تحقق من مشروع السيل الأزرق لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، كما تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعاون في مجال الصناعة والنقل والسياسات الاجتماعية والرياضية. الاجتماع أكد أيضا أهمية إزالة آخر العقبات أمام تصدير بعض السلع الزراعية التركية إلى روسيا، كما تم بحث بدء الخطوات التنفيذية لصفقة صواريخ S-400 الروسية والتي تعترض عليها الولايات المتحدة. هذا وتم الاتفاق على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وهو الملف الرئيسي الذي سيتم بحثه بالتفاصيل في القمة الثلاثية. تعليقا على نجاح عملية غصن الزيتون في تحرير مدينة عفرين من تنظيم بيادا الإرهابي، أكد ماهر أونال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أن العملية قضت على أحلام الذين كانوا يحاولون إنشاء دولة إرهابية على الحدود التركية، وأن الجيش التركي قدم نموذجا في كيفية تطهير المدن من الإرهاب مع المحافظة على المدنيين.
في البداية أريد أن أوضح أن تركيا حاليا وتاريخيا لا تستهدف من هذه العمليات العسكرية احتلال أراضي أحد، ولكن وكما حدث من قبل في الأراضي العراقية، إذا كان هناك ما يهدد أمننا القومي فإننا نقوم بما يلزم بمعالجة هذا التهديد من مصدره. من خلال عملية غصن الزيتون تم القضاء على أحلام الذين كانوا يحاولون إنشاء ممر إرهابي على حدودنا وعلى أحلام إنشاء دولة إرهابية، وهذه العملية أظهرت أن الخطط التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لها في المنطقة أنها خاطئة، ولقد حققنا نصرا سياسيا إلى جانب النصر العسكري في عفرين، قمنا بتطهير المنطقة من الإرهاب، وفي نفس الوقت أعطينا مثالا للعملية العسكرية من حيث كيفية الحفاظ على المدنيين ومن حيث كيفية الحفاظ على مناطق السكنية. فلو نظرنا إلى الرقة سنرى بأنهم لم يبقوا حجرا على حجر، والغوطة الشرقية كذلك، وحصل هذا نتيجة حكمة السياسة الخارجية التي اتبعها رئيس الجمهورية. سيد جوشكون شاكير، أهلا بك مجددا في هذا الحوار. ويعني هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة ولقاء القمة مع الرئيس أردوغان هي حقيقة القمة التاسعة منذ عودة العلاقات بين البلدين خلال سنة تقريبا 9 قمم. ما الذي تؤشر إليه هذه القمم التي يحرص عليها الرئيسان بوتين وأردوغان؟ أشكركم جزيل الشكر. أولا أوجه شكري إليكم وإلى كافة المشاهدين من خلال قناة تي آر تي العربية. الآن نعم تشهد عاصمة أنقرة جدول أعمال مكثف، وهذه الكثافة في العلاقات والاتصالات ستستمر أيضا يوم غد. وطبعا فيما يتعلق بالعلاقات التركية الروسية، هناك مشروع اقتصادي عملاق يتمثل في تدشين محطة أكويو للطاقة النووية، ولكن هذا ليس مشروعا اقتصاديا فحسب، بل له أبعاد سياسية أيضا. وكما تعلمون بعد ذلك في اليوم الموالي يوم غد سيلتقي الرئيسان برئيس الإيراني، وذلك في إطار أيضا مسار أستانا، حيث تم عقد اجتماعات من قبل في أستانا وفي سوتشي كذلك. ولا شك أيضا الآن سنشهد اللقاء في أنقرة، أيضا لا شك أنه سيتم طرح مسائل مهمة جدا تتعلق بالعلاقات الثنائية وكذلك بالمنطقة. أستاذ شاكير، ما دمنا نتحدث عن العلاقات الثنائية التركية الروسية في ضوء زيارة فلاديمير بوتين للعاصمة أنقرة والتي سوف تستمر يومين، الرئيسان سوف يترأسا اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي الروسي رفيع المستوى هنا في العاصمة أنقرة. ملفات عديدة سوف تكون على طاولة هذا الاجتماع. برأيك ما هي أهم الملفات التي سيتم بحثها؟ ما هي أهم النتائج التي سوف تتمخض عنها أعمال هذا الاجتماع في ضوء رغبة البلدين في الوصول بحجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار؟ جوابا على سؤالك أريد أن أقول، نحن خلال حكمنا في السلطة كحزب العدالة والتنمية تبنينا سياسة متعددة الأطراف، ولم تعتمد سياستنا الخارجية على تعزيز العلاقات مع طرف واحد، وأقصد بذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولئن كان هي القوة العظمى وشريكا لنا في حلف الشمال الأطلسي. ونحن نوعنا علاقاتنا أيضا مع دول الجوار ومع قوى إقليمية أيضا وعلى رأسها روسيا أيضا، وبالتالي سعينا إلى تحسين علاقاتنا مع مختلف الأطراف. ونحن في واقع الأمر دائما عندما كنا نتحدث عن صفر المشاكل مع الجوار كنا نتحدث
عن سقف في العلاقات، ولكن للأسف الشديد قد حالت هناك ظروف ربما جعلتنا في واقع الأمر نجد أنفسنا في جملة من المشاكل بسبب اندلاع الحرب في العراق وكذلك ثم الأزمات الأخرى في منطقتنا في سوريا وغيرها، ولكن نحن لا نزال نسعى إلى تحقيق ذلك، ونريد أيضا أن نكثف تعاوننا مع القوى الإقليمية وكما ذكرت روسيا تحديدا. وكما تذكرون أن العلاقات التركية الروسية قد شهدت تراجعا وأزمة كبيرة في السنوات الماضية، ولكن سرعان ما استطعنا أن نتدارك هذه الأزمة، والآن هناك مستقبل واعد في العلاقات. ولكن نستطيع أن نذكر أن هناك ثلاثة محاور أساسية في العلاقات: محور العلاقات العسكرية والعلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية. وما يتعلق بمحور العلاقات الاقتصادية قد تضررت بشكل كبير بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية، ولكن بعد تجاوز الأزمة كما تعلمون أننا بدأنا بتصدير خاصة المنتوجات الزراعية الطازجة إلى روسيا مرة أخرى، والآن نجد أن هذه العلاقة قد رجعت إلى رشدها وإلى طبيعتها بشكل كبير. ثم أيضا نعلم أن هناك عددا كبيرا من السياح الروس يقدمون حاليا إلى تركيا، والتي كانت ربما العلاقات الثنائية قد شهدت أيضا تراجعا في المجال السياحي أيضا. والعلاقات العسكرية كذلك من المحاور الأساسية فيما بين البلدين أيضا، ونحن نعلم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي ربما تركز على القوة العسكرية بشكل كبير كمصدر اقتصادي مهم، لكن روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وجدنا أنها لم تعد تمثل قوة عسكرية من الناحية الاقتصادية، ولكن بدأت روسيا في السنوات الأخيرة تستعيد هذا الدور شيئا فشيئا، وهناك عديد الملفات مطروحة بين البلدين بما في ذلك في المجال العسكري اقتناء تركيا صواريخ S-400 كما تعلمون. وأنا نعلم أن تركيا تقول بشكل صريح أن تركيا في حاجة إلى الدفاع بسبب الظروف الحالية في المنطقة، وبالتالي تركيا توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاقتناء منظومات الدفاع الجوي، ولكن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تمكين تركيا من ذلك، ولذلك اضطرت تركيا في هذه النقطة يعني بالتحديد المحور العسكري. يعني جرى قبل لقاء الرئيس بوتين والرئيس أردوغان، جرى لقاء ما بين رئيسي الأركان السيد خلوسي أكار والسيد جراسيموف. يعني هذا اللقاء من الواضح أنه يعني يدور جزء منه في إطار صفقة منظومة الصواريخ S-400، وكذلك بالتأكيد يعني يجري جزء منهم فيما يتعلق بتنسيق الأدوار الجاري في الإقليم وخاصة في سوريا. يعني هل تكشف شيء عن هذا اللقاء ما بين رئيسي الأركان؟ حقيقة هذه نقطة مهمة. إذا كنا نتحدث عن علاقتنا العسكرية مع روسيا يمكن أن نتحدث عنها في المحورين. المحور الأول يتعلق باقتناء منظومة الدفاع الجوي المتمثلة في صواريخ S-400، والمحور الثاني يتمثل أيضا
في المجريات بسوريا، ونحن نرى بأن هناك وجهات نظر متطابقة بين تركيا وروسيا، ونشهدها هي أيضا تتمثل في إحلال السلام في سوريا وتفعيل أيضا المرحلة السياسية لسوريا أيضا. أما الولايات المتحدة الأمريكية وللأسف الشديد غير واضحة سياستها في المنطقة، لأنها معقدة غامضة ومتضاربة جدا، حتى إن السياسة الخارجية الأمريكية أيضا لها هذا الطابع وهذه الخصوصية، حيث أنكم لا تستطيعون أن تحكموا وتجزموا وتقول إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية كذا في المنطقة، في حين نجد أنها تتقلب وتتغير بين عشية وضحاها. وبالتالي هناك مشكلة أخرى كما نعلم، وهي تتعلق بالوعود التي قدمتها أمريكا إلى تركيا، ولكن مقابل ذلك لم تلتزم بهذه الوعود، وبدأت تزود أيضا المنظمات الإرهابية بالأسلحة، حتى إن الولايات المتحدة الأمريكية قبل بضعة أيام صرحت بأنها ستنسحب من المنطقة، ولكن في المقابل وجدنا على الساحة أنها أيضا تعزز أيضا القوات هناك ببعض القوات الإضافية. قبل أن نغلق هذا المحور أستاذ أشرف، سوف أتطرق مع الأستاذ شاكير عن الأزمة السورية وعملية غصن الزيتون التي كانت محور زيارتكم إلى دول الاتحاد الأوروبي. شرحتم هناك أهدافها وأبعاد هذه العملية، عملية غصن الزيتون. كيف كانت ردود الفعل هناك أستاذ شاكير حول هذا الموضوع بالتحديد، والذي سيكون في مقدمة جدول أعمال أردوغان وبوتين في انتظار انضمام روحاني إليهما يوم الأربعاء في القمة الثلاثية؟ نحن على مدار 7 و8 أيام قد شاركنا في اجتماع الاتحاد بين البرلمانات الأوروبية، وكما تعلمون أنه هذا الاتحاد يضم 178 عضوا، وأيضا مركز المقر الرئيسي لهذا الاتحاد يقع في جنيف، وهو يعتبر من أكبر الهيئات الدولية بعد الأمم المتحدة. ونحن أيضا ذهبنا هناك أيضا من أجل أن نتحدث، ونحن نضم إلى مجموعة 12+1، ونحن نجد أيضا دول أفريقية وأيضا غيرها موجودة أيضا، وهناك اتحادات، وفي كل جمعية عامة يتم طرح موضوع طارئ، يجب أن يكون الموضوع طارئا، وأيضا يجب أن تكون له صبغة استعجالية للتدخل. وخلال الجمعية العامة أيضا قد تم اتخاذ قرار حول أراكان ومسلمي أراكان، وهذا القرار تم استصداره بجهود من الدول الإسلامية وأمام رفض أيضا الدول الغربية، ولكن تم ذلك. ونحن الدول الإسلامية الأربعة، تركيا، البحرين، الكويت وفلسطين، قدمنا أيضا عرضا بعقد اجتماع طارئ يتعلق ب أيضا قرار الرئيس الأمريكي ترامب الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في وضعية القدس، حيث أن ترامب صرح بأنه ستنقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إلى القدس، والقدس ستكون عاصمة لإسرائيل، مما أثار غضبا وانفعالا. ولذلك نحن اعتبرنا هذا
الموضوع موضوعا عاجلا أيضا. وكذلك كما نعلم أن هناك مؤسسة أونوا كانت تقدم إلى فلسطين، ولكن تم الحد عن هذا المبلغ وقد تم الاعتراض ذلك، كما أن كانت هناك مقترحات ضد إسرائيل، وإسرائيل أيضا قدمت مقترحات ضد إيران. ثم أيضا بعد ذلك قد تم استحداث موضوع ذكي من قبل الدول العربية، وهذا الموضوع يتعلق بموضوع أيضا مكافحة العنف ضد المرأة. ولا شك أن إسرائيل لم تجد دعما لما يتعلق بمقترحها، وبالتالي قد وقع هناك صراع بين موضوع الذي طرحناه وبين الموضوع الذي طرحه السويد، وكانت المنافسة تقريبا متساوية، وبجهود من الدول الأمريكية الجنوبية ودول إسلامية، وقد تمت الموافقة على جدول أعمال. أظن الآن سنتحدث عن سوريا، ليس كذلك؟ سوف نعود بعد قليل إلى هذا الموضوع، نربط ذلك مع محطة آق كيو التي يفتتحها اليوم ويحضر على مراسم افتتاحها يد حجر أساسها رئيسان رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. محطة آق كيو النووية التي يضع الرئيسان كما قلت رجب طيب أردوغان وبوتين حجر الأساس لها اليوم الثلاثاء في مدينة مرسين، تمثل نموذجا للتعاون التركي الروسي في المجالات الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. آق كيو هي أول محطة نووية تشرع تركيا بإنشائها في مرسين على البحر المتوسط، وبوضع حجر الأساس للمحطة اليوم تقطع تركيا شوطا كبيرا في مجال إنتاج الطاقة، أحد أبرز محاور مشروع رؤية تركيا لعام 2023. كان رئيس رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق عن قرب وضع حجر الأساس لمشروع المحطة النووية التركية بالتعاون مع شركة روس أتوم الروسية للطاقة النووية. نخطط لوضع حجر الأساس لمشروع محطة نووية مع صديق العزيز الرئيس بوتين قريبا في مدينة مرسين بعد أن تم الانتهاء من البنية الأساسية للمحطة. وفي تغريدة له على حسابه بموقع تويتر قال أردوغان إن المحطة النووية تمثل استثمارا ضخما يبلغ 20 مليار دولار أمريكي، وهي خطوة هامة من أجل تركيا ومستقبل علاقاتها مع روسيا. توجد أكثر من 450 محطة نووية في العالم وأكثر من 55 محطة قيد الإنشاء، وبهذه الخطوة ستكون تركيا قد قطعت شوطا كبيرا نحو تركيا القوية والمستقلة بامتلاكها لطاقة نووية. ومن المخطط بدء تشغيل المفاعل النووي الأول في المحطة ذاتها عام 2023 بالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية. إننا نخطط لإكمال وإتمام مشروع المحطة النووية بحلول عام 2023 الذي يصادف أيضا الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية. كل شيء يمضي مع شركائنا الأتراك كما خططنا له. هذا وتوفر محطة آق كيو نحو 13500 فرصة عمل تركية، وتصل قدرتها في مجال توليد الكهرباء إلى 4800 ميجاوات، ومن المنتظر أن توفر نسبة 70.7% من احتياج تركيا للكهرباء بحلول عام 2026. إذن لاستكمال الحوار مع ضيفنا السيد جوشكون تشيكير، يعني أعلم أن لديك تعقيب يعني حول الملف السوري الذي هو محور أساسي اليوم في القمة الثنائية، وكذلك هو محور الرئيسي لانعقاد وهي يعني القمة الثلاثية المنعقدة بشأن سوريا غدا إن شاء الله، نأخذ هذا التعقيب، ولكن نريد أيضا يعني أن نعقب على أو نتساءل حول أهمية يعني هذه المحطة النووية التركية آق كيو لتركيا أمنيا واقتصاديا. ذكرت قبل قليل أن هناك أبعاد اقتصادية وسياسية وعسكرية أيضا
لعلاقاتنا مع روسيا، وكل هذه العلاقات هي متشابكة ومتداخلة. والآن حقيقة الموضوع مهم جدا، لا شك أن هناك ربما بعض المخاوف وبعض أيضا ربما الهواجس تتعلق بهذه المحطات، ولكن انظروا أيضا إلى الدول المتقدمة. أيضا أنا لأذكر لكم إن كان الوقت يسمح لكم، أذكر لكم ما هي نسبة التي تستفيد منها ألمانيا في أيضا الحصول على الطاقة. تركيا في واقع الأمر لا تمتلك موارد الطاقة كما تعلمون، ونحن لسنا مثل دول بعض الدول العربية أو مثل بعض الدول في آسيا الوسطى، ونحن لا نمتلك هذه الموارد، وبالتالي هذا المشروع هو مشروع حيوي لمستقبلنا. أيضا لا شك أن هذا المشروع من شأنه أيضا أن يعزز علاقاتنا مع روسيا نحو مستقبل أفضل، ولذلك نحن نولي أهمية كبرى لهذا المشروع. هل نواصل مع سوريا؟ سوف نتحدث عن هذا الموضوع في حلقات أخرى. مع الأسف وقت البرنامج أزف. الأستاذ جوتشكون تشاكير هو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة التركي الكبير ورئيس مجموعة الاتحاد البرلماني ونائب حزب العدالة والتنمية، نشكركم على حضوركم معنا. سوف نعود إلى موضوع سوريا أكيد في الحلقات المقبلة بإذن الله. أشكركم أيضا زميلي أشرف البلقيني، الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. من إليكم مشاهدين أجمل تحيات، دمتم في أمان الله.